تسوية الوضعية العقارية للدواوير والتجمعات السكانية المتوازدة فوق الأراضي التابعة للدولة. سيدات السادة النواب المحترمين، فريق التجمع الوطني الأحرار، تفضلوا سيد النائب المحترم. مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، تتواجد بالعالم القروي عدة دواوير وتجمعات سكنية مقامة فوق بعض الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة، لكن ساكنة تلك القبائل والدواوير والتجمعات السكنية ظلوا محرومين من جميع أنواع الرخص الاجتماعية والاقتصادية تحت ذريعة تواجدهم فوق عقار تابع للدولة المغربية، مما جعل تكاثرهم طبيعي ظل متوقفا إلى إشعار آخر. وأمام هذه الوضعية نسائلكم السيد الوزير المحترم، هل من إجراءات تستخدمها تسوية الوضعية العقارية لتلك الدواوير والتجمعات السكنية؟ شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. كلمة لكم سيد الوزير، تفضلوا. مشكورين. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، السيد النائب المحترم. من ناحية القانونية، القانون فعلا تدرس هذه الأوضاع، لا من ناحية الأرض العقار ولا من ناحية التهيئة. من ناحية العقار فهو ترامي على ملك الغير، ما في هذا إلا ولا حتى. من ناحية كيف يعالج، هناك كذلك في القانون 25-99 المواد 50-52 حتى 55 كيف يمكن أن تعالج. ولكن لنقول الحقيقة والواقع، وهو أن المشكل أصبح في بعض الأحيان مشكل اجتماعي. ومن هذه الناحية فوزارة التعمير تعد المخططات والتصاميم لإعادة الهيكلة، وتتعاون مع قطاعات أخرى يعني المرافق العمومية ومع الجماعات، لأن ما يمكن لها شيء تعطي الأرض، الأرض لا تملكها الوزارة. فاللي تنعملوا هو تنعيدوا الهيكلة وتنعطيهم الرخص ديال البناء. شكرا. شكرا سيد الوزير، تفضلوا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير على الجواب تاعكم على هذا السؤال. سيد الوزير، ما هو ذنب هذه الساكنة؟ السيد الوزير، الناس راه جاوا من الشمال ومن الجنوب وجلسوا في هذه الأراضي، جاوا من 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 بوشدور، من العيون، من الداخلة، من 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 الأطلس، وسكنوا في واحد العدد ديال الأراضي. كاين عدة جماعات، أكافاي، سيد الزوين، أي تيمور، الودايا، راه بزاف السيد الرئيس في المنطقة، شيشاوة، مزودية. لهذا السيد الوزير راه خصنا نلقاو لهم شي حل. راه الناس المئات السنين هما تما، كيفاش غادي نجيو نقولوا لهم لا ما تسكنوش؟ راه كانت الداخليه كتعطينا شواهد وكندوزوا بهم هاد 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 السكان هاد البلانات ديالهم. واليوم الداخليه راه ما بقى تعطينا ملك الدوله. لهذا راه هذاك الشيء اللي تسلط علينا في هذيك الوكاله الحضريه، راه هو اللي خرج على هاد الساكنه، على هاد الناس ديال الباديه. راه ما عنده فين يمشي، راه السيد ساكن مع الماشيه ديالو، مع الحيوانات ديالو، خصو يبني ماشي يتسنى. السيد الوزير، راه تنشكروا من هذا المنبر السيد وزير الفلاحه اللي دار لنا واحد الحل بعدا، ولينا تنشدوا الاعانات. شكرا سيد النائب المحترم. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد الوزير. السيد الرئيس، السيد النائب المحترم، قلت بانه مشكل اجتماعي والحل ديال واحد العدد الاشكاليات في اطار التوافق ما بين الوزارات والجماعات. من ناحيه القانون هذا الشيء اللي قلتي صحيح، واش تقبل ان شي واحد يجي هكذاك لله وطيح لك على ارضك؟ فالدوله كذلك، ولكن الاجتماعي ما حنا كنحلوا المشاكل. شكرا.